صحتكم. اليوم طبعا بمناسبة عيد الحب اكو فعالية جدا جميلة في ساحة الحرية في محافظة البصر، مثل ما جاي نشوف الكل محتفل هنا، طبعا فرحة جميلة. نتمنى ان شاء الله يعم الحب والسلام والامان على الكل. شلونك حبيبي؟ شيء. شلون صحتك؟ جيد. شنو اسمك انت؟ حمودي. شنو اليوم محتفل ياهم؟ لا قاعد احلمي. ها تتبيع؟ ايه ايه حلو نفاخات. كل عام انت بخير. يا ابي اتمنى لي اصيح عريس. خلنا نشوفكم الاجواء. خليكم وياي متابعين، راح تشوفون احداث جدا جميله في هذه المبادره الجميله اللي اطلقوها بعض الشباب لي يعني راح يضيعون عدد من النفاخات بهذه المناسبه. هذه طبعا المناسبه هي مناسبه جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله تكون رسالة حب دائمة للجميع. الحب ليس فقط حب اللي متعارف عليه، ولكن حب الوطن، حب الانتماء، حب الأب، حب الأم، حب الوطن. كل هذه الأشياء نقدر نشارك بها وأيضا نعبر عنها بالحب. الحب هو اللي يجمعنا. إن شاء الله تكون سنة سعيدة. طبعا منجمعين بهذا المكان كمبادرة جدا جميلة للشباب بمناسبة عيد الحب. التقيت بالمصورة الجميلة سناء، وايضا هي لاعبة كرة السلة. اهلا وسهلا بك. بالف خير وسعادة. شكرا جزيلا. واحد اثنين ثلاثة. يلا. تعال. يلا. هلا.
مكان بعيد. قرينا للمحبة والسلام وحب العراق إن شاء الله والبلد يتطور بوجود هاي الشباب اللي همهم الوحيد إنهم يسعدون المجتمع ويقدم كل شيء لأهل مناسب. تحياتنا لهم. ونقول لهم لا تستحون مرة ثانية. أنتم عندكم مبادرة جدا جميلة. يلا قولوها هاي هم تقولوها يلا مع بيت فن العمالقه هسه عملاق انتم عمالقه انا مو عملاق جميله طبعا بالاحتفاء بعيد الحب كان هناك نشيد موطني الكل غنى بهذا بحب الانتماء حب الانتماء للوطن الحب هو تعبير جميل للتواصل مع الاخرين هذا الحب نقدر نعبر عنه بكثير من الاشياء مثل ما شفنا اليوم هذه المبادره الجميله من الاخوان عبروا عن حبهم للوطن حبهم لمحافظتهم حبهم الصداقات والعلاقات اللي بيناتهم جمعتنا اليوم هذه مناسبة جميلة. ابني وانت حلوه في الفراشي فد شيء مرتب عشان ندعم والله عسل على شو سووه نحتاج الشغل حتى شويه غير الموت مالك شو الاخبار والله سلام سلامات كنت نحن يعني اسبوع اليوم تحضيري عمود مهرجان مال سلام مال السلام ان شاء الله